أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور، أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى بالنسبة للمستوى الثالث، هنشوفوا نموذج للفرض الأول الدورة الأولى بالنسبة لمادة الفرنسية. إذا النموذج على شكل PDF هتلقاوه في الوصف. نبداو أكتيفيتي دو ليكتور. إذا عندنا نص وعندنا صورة، إذا الصورة تعبر عن النص، إذا نقرأ تكست ومن بعد نجاوبو على الأسئلة. À l'école، أمين دي à Anas. À l'école il y a un nid. Dans le nid il y a un petit animal. أمين et Anas sont des camarades. أمين mange une poire et Anas mange une pomme. إذا نشرحو النص. في المدرسة أمين قال أنس في المدرسة كاين واحد العش، وفي هذا العش كاين واحد حيوان صغير. أمين وأنس هما دي كامارات أصدقاء. أمين كياكل بوار إجراس وأنس كياكل البوم. إذا بالنسبة كومبريونسيون دو ليكري، إذا غنجاوبو على الأسئلة انطلاقا من النص. إذا غناخد جملة نقراها كانت في النص، إذا يعني مطابقة النص كنكتبها، ما كانتش في النص يعني كتكون خاطئة. إذا غنشوفو كومبريونسيون دو ليكري ونبداو بأول جملة. إذا جو لي لو تيكست بوي جيكري فغي أو فو. À l'école il y a une banane. إذا غنمشي بالنسبة للنص، هي à l'école il y a quoi؟ il y a un nid. وهنا كاتبين لينا بانان. إذا هاد الجملة خاطئة لأنها ما كايناش في النص، لأن في ليكول كاين ان نيد ماشي بانان. إذا نكتبو فو. تخي بيان. إذا غنمشيو الجملة الثانية. أناس مونج اون بوم. غنجيو غنشوف هنايا أناس مونج اون بوم. أناس مونج اون بوم، هاي الجملة كاينة في النص، إذا هاد الجملة صحيحة. إذا غنكتبو فغي. إذا غنكتبو هنا فغي. غنمشي الجملة الثالثة. À l'école il y a un nid. هاي كاينة هاد الجملة، إذا فغي فغي. إذا غنكتبو هنا فغي، إذا لأن الجملة صحيحة، إذا غنكتبو فغي. تخي بيان. إذا سالينا السؤال الأول، ننتقلو السؤال الثاني. كومبليت لا فراز دو تيكست دونز ان ني. إذا غناخدو الجملة كما هي في النص. إذا دونز ان ني. اوكي، il y a un petit quoi؟ il y a un petit animal. il y a un petit animal. وعنجيو نكتبو الجملة كما هي. il y a un petit animal. إذا نكتبو هنا il y a un petit animal. un petit animal. إذا نقطة. إذا هنا بالنسبة دونز ان ني il y a un petit animal. غنمشيو سؤال question 3. Je colorerai les mots qui vont avec l'image. إذا نشوفو الصورة، شنو فيها؟ فيها أن وازو، فيها أن ني. إذا غنلونو بالنسبة، هنا عندنا أن وازو وعندنا أن ني. تخي بيان. ننتقلو كيسيون إكزارسيس إكري. إذا بالنسبة لإكزارسيس إكري، سؤال كيسيون أن، جو بار لو مو كي نو كونفيان با، بوي جو كومبليت لا فراز. إذا غنشطب على الكلمة اللي مشي هاديك، وغنكمل لا فراز بالكلمة الصحيحة. إذا عندنا لي زيليف ان كارني. إذا هاد اون وهاد ا، هاد اون الفعل يعني لوكسيديار افوار كيتصرف ملي كيكون عندنا هذاك الفاعل سوجي بلوريال، و ا لوكسيديار افوار يكون عندنا الفاعل سانغولي مفرد. إذا جي تويا اي لا نوزافون، وي فوزافي ايزون. حنا كيهمنا اون و ا، اون كتستعمل في البلوريال و ا كتستعمل فاش في سانغولي. بالنسبة لوكسيديار افوار ملي كنبغي نعبر على شي حاجة، يعني جاي عندي سيلو، جاي ان سيلو، ولا عندو ان كارني اكسيتيرا. اذا هنا بالنسبه الكلمه اللي غنشطبو عليها، اذا عندنا بالنسبه للكلمه الاولى، هنا عندنا واش غنعملو اون ولا ا. غنجيو هنا نشوفو لي زيليف، اذا بلوريال، اذا صحيحه خص نخدمو اون. اذا هذه غنشطب عليها، اذا ما نخدمهاش. اذا ابخي اش ما نكتب هنايا باش تكون عندي الكلمه صحيحه او جمله صحيحه؟ لي زيليف اون. اوكي، اون ان كارني. اذا هذا هو الجواب صحيح. نمشيو للجمله الثانيه. اذا بالنسبه للجمله الثانيه اشنو عندنا؟ لو كاي، لو كاي اي عندنا دون لا تابل ولا سور لا تابل؟ اذا لو كاي اي سور لا تابل. دون لا تابل سور كتعني على فوق، ولا دون في الطاوله. اذا ما يمكنش نقولوا مثلا مثلا كانت كارطابل ممكن نعملوها، اذا الدفتر في الكارطابل. ولكن هنايا عندنا لو كايي، لو كايي اوكي ما يكونش في الطبله، داخل الطبله، اذا خصو يكون فوق الطبله. اذا الكلمه اللي خصني نشطب عليها هي هذه،
والكلمة الصحيحة اللي خصني نكتب هي sur la la table. إذا جاوبنا على هذا السؤال، انتقلوا السؤال الموالي اللي هو دو. Je souligne le verbe dans chaque phrase. إذا نحاولوا ماذا نسطرو على إذا الفيرب، الفيرب هو الفعل في الجملة اللي كيتصرف اللي كيتكونجيكا. سليم أم لو بارفان أم، إذا هذا هو الفعل اللي مصرف هنا ماشي إذا، وهذا هو الفعل. إذا الفعل هو يعني كيقوم بشي حاجة، كيعمل واحد الحركة. أم يحب، يدخل، يقول إلى آخره. لامويت إلى شويت فول، إذا فول تطير فعل، إذا فيرب هو الذي يقوم بشيء، إذا فول. إذا شي حاجة كتحرك نسميها فعل يقوم بشيء. سامي جو دون لا كور، إذا جو، جو هو الفعل يلعب، إذا نسطر عليه. تخي بيان. إذا غنمشيو السؤال ثلاثة، جو كومبليت باغ إيل أو إل، إذا إيل أو إل هذا برونون سوجي فاعل، ضمير فاعل. إذا إيل كنستعملها ما كيكون مفرد مذكر، وإل كنستعملها ما كيكون فيمينا أوكي سانكولي يعني مفرد مؤنث، هذا ماسكولا سانكولي مفرد مذكر. إذا غنشوف الفاعل، أكان فاعل مفرد مذكر كنعمل إيل، أكان مفرد مؤنث كنعمل إل. إذا عندنا أمينة جو كوا، جو على كورد، إذا فينا هو الفاعل، سوجي هو أمينة، إذا شكون كيلعب بلا كورد بالحبل، إذا هي أمينة. إذا هاد أمينة باش نعوضها إلى برونو إلى ضمير، نعوضها هي مفرد مؤنث، إذا نعوضها بإل، أوكي؟ إسكو سي كلار؟ إذا هنا إل. كاريم أن جوي، إذا كاريم شكون عنده اللعبة؟ إذا كاريم هو الفاعل بإلى ضمير غيعوض كاريم مفرد مذكر اللي هو إيل، وعنضها هنايا إيل. تخي بيان. إذا هنا عندنا إلى هو إلى أن جوي. إذا ننتقلوا أوكي لا باج سيفونت إي لا كيسيون، كملوا لي كيسيون. إذا عندنا برودكسيون دو ليكري، جيكري 4 مو دو مون شوا، إذا هنا نكتب إذا أربع كلمات وكل كلمة فيها واحد لا ليتر من الإختيار ديالي. إذا هنا عندنا إن ممكن نكتبو أني، أني أوكي. ألوغ عندنا لا ليتر سي ممكن نكتبو ان كارتاب ولا ان كادو، ان كادو اوكي ان كادو. عندنا لا ليتر بي ممكن نكتبو ان با باتو اوكي. اذا عندنا لا ليتر يو ممكن نكتبو مثلا ميي ولا مثلا ميور اكسيتيرا، اذا نكتبو ميور. اذا هنا بالنسبه ميور ان ميور. تري بيان. إذا سالينا السؤال أو نشوف السؤال الثاني، جو مي أون أوردر لي مو بور إكخيغ دي فراز. عندنا أمين أمادو أفيك إي. إذا هنا ديما الجملة باش تكون مفيدة كنبداو بواحد السوجي، من بعد كنعملو واحد الفعل فيغ، من بعد كنكملو الجملة. إذا هنا عندنا أمين إي أفيك أمادو، ولا ممكن نكتبو أمادو إي أفيك أمين، إذا جوج صحيحين. إذا غنكتبو إذا أمين أوكي، دائما هنا عندنا الأسماء كنكتبوهم ب ماجسكول الحرف الاول اي افيك كي اي افيك، اذا ا، اذا نكتبو امادو. تري بيان. اما امادو، اذا هذه جمله صحيحه، اذا نسالوها بنقطه، اذا سالينا الجمله. نشوف الجمله الثانيه، فون ايل سيرك او، اذا فين هو الفاعل هنايا هو ايل، وهنا الفعل مصرف فون، هنا نقولو كوا ايل فون او سيرك، ايل فون كوا او سيرك. إذا هذه جملة إيفون يعني مشاو السيرك، ساليو بنقطة، إذا كونا جملة مفيدة. تخي بيان. إذا نمشيو السؤال ثلاثة، جو كولوغي لو مو كي كوغيسبون على ليماج، إذا نعلونو الكلمة لي مرتبطة بالصورة. إذا نشوفو الصورة الأولى أشنو كتمثلنا، جيراف ولا كاغاف، إذا كتمثل بيان سيغ جيراف. الصورة الثانية كتمثل كيمونو ولا كوالا، كوالا بعدا سيتا أنيمال، إذا كتمثل لعبة ديال رياضة كيمونو. إذا الصورة شنو كتمثل، كار ولا ساك، إذا كتمثل بيان سيغ ساك. إذا نكملو التلوين. إذا هذا بالنسبة للبرودكسيون دو ليكخي. نكملو بالنسبة عندكم إكخيتور كوبي يعني كتابة، كوبي حاولوا تدربو على هاد الكلمات. إذا عندنا أوكي كيفاش نكتبو إكغيك إكسيتيرا، هنايا بالنسبة للكتابة أوكي. وبالنسبة للديكتي ما يولي عليك الأستاذ، إذا كيعطيلك أصلا في الدار درب عليه، تاجي خاصك تكون عارفو. إذا هذا هو امتحان، نتمنى نكون فتكم. شكرا وإلى